بوم بوم كل شيء ياخذه مني. سوي حركات مره لذيذه طبيعي. السلام عليكم يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. يا هلا. اليوم سوينا أنا ووليد حاجة مرة لذيذة. سوينا خبز فوكاتشا وخبز إيطالي، سوينا معاه فلافل وسعودناه بطريقة لازم تشوفوا الحلقة الأخيرة عشان تعرفوا. إذا حابين تشوفوا الوصفة شوفوا الفيديو للأخير وشاركونا رأيكم، ولا تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب ولايك وكمان فولو على إنستغرام وفيسبوك. ودحين إحنا رايحين نجيب أشياء الفوكاتشا من السوبر ماركت. وليد ايش في؟ حرك السيارة وانا فيه وانا ابغى اركب قصدي. بركب قصدي. ايش كنت بتقولي لهم على الفوكاتشو؟ بقول لهم هذا العيش اللي انا مرة احبه اصلا، وانه وليد ما حيزبطه واصلا عمره وليد يا شيخ. شي. لا والله زبطه زبطه ابوك كمان. شعبان شبعان يلا. يلا حقول شعبان شبعان خمس مرات. شعبان شبعان شعبان شبعان شبعان شعبان شبعان شبعان شعبان. شعبان صار جيعان بعد ذلك. احنا وصلنا السوبر ماركت الحين. يلا احنا وصلنا على السوبر ماركت ودحين جايين ناخذ الاغراض ونكملها. اخذنا طحين وحمص. اخذنا الدقيق واخذنا زيت الزيتون والخميره، باقي الفلافل الورقيات الخضراء. ما ابغى انا بشيل، انا ابغى امسك العربيه. ما ابغى انا ابغى العربيه. انا بشيل خلاص. انا خلاص يا حلال انا بشيلها. اوكي. الشيء اللي ما تعرفوه عن وليد انه وليد يعشق اكثر شيء في حياته السوبر ماركت، يختار الاشياء بشغف وحب. وليد ايش تختار؟ بقدونس وكزبره وفكاش رجله. رجله خلاص قربنا نخلص. لا باقي الطحينة. في طحينة شوية عندنا تكفينا الوصفة صح؟ طيب وليد أنا عندي تحدي. إيش اسم الحركة هذه؟ إيش اسم حركة إنه يلفوا اللحمة بالخيط؟ إيش اسمها بالإنجليزي؟ والله ناسي. اسمها ربط اللحمة عشان تيجي قطعة واحدة. ربط اللحمة. أيوة. تعال تعال. إيش هذا؟ وليد مطر مطر. ما بطل غطي طيب. ما في. انت غشاش. ما بلعب معك. طيب نعرف إنه وليد خسر في تحدي اللحوم. ما خسر. بديت تشتري لي شوكولاته؟ خلاص اشتريتي شغله هي كل شوي. شكرا وليد. فنو وليد هذا شكله مره شهي. خضار مجففه. واحده تكفي. انا اروح شويه بس وارجع بشوف كم. ابغى اشوف لي عصير. طيب حط شامبر. شوكولاته عضويه ناخذ 2. شوكولاته بالحليب. واحد. بسكوت. وليد وصل. ايش ده؟ هذه كلها حلويات واشياء وبسكوت. دائما زي كذا نيجي عشان شغله واحده شغلتين نخرج شايلين كل السوبر ماركت معانا. ما بيأثر والله. انا اللي بدفع. انت رجال البيت. هذا اللقب لازم. انت حرمه البيت لازم توفري. انت اخذت هذا اللقب عن جداره ليه؟ طيب احنا وصلنا المطبخ ووصلنا الاستديو اصلا. وليد اوريدي بدا في الوصفه. وليد بدات اسوي الخبز. يلا يلا نكمل. اللي بدأت أسويه جهزنا الأشياء. دحين حطينا الدقيق، حنحط الخميرة، حنحط السكر، حنبدأ نخلطها شوية مع بعض. حفل الدنيا تضحك لك. كان خلطت الأشياء مع بعض. وهي شغالة بنحط عليها الموية شوية شوية. نوقف الخلاطة، حنحط الملح. احنا الطريقة هذه انه ما حطينا ملح من البداية لانه الخميرة احيانا تتفاعل مع الملح وما تشتغل يعني مضبوط زي ما احنا نبغى. نرجع نشغلها مرة ثانية. إضافة حنحطها مع العجين والزعتر اللبناني، حيعطي ريحة وطعم مرة لذيذ للخبز. بعجينها بيدي شوية عشان انه تتماسك اكثر مع بعض. خلينا نرش شوية دقيق. دقيقة بس الحركة الإيطالية. الله عليا. هو هنا كانك بتغسل ملابس. هذا الخبز اصله ايطالي بس اضفنا له النكهات العربيه اكثر زي الزيتون سمسم حنحطه على التوب واضفنا كمان الزعتر وحنسوي ساندويتش حنحشيه فلافل. حنسوي كذا باصابعنا حفر منا نوزعها وفي نفس الوقت نعطيها شكل. العب. هذه وصفه وليد تكون طيبه ولا لا يا وليد؟ اكيد ممتازه. فيها كلام؟ ما اتوقع. خلاص كافي بلا لعب. خلاص حنخليه تتخمر شويه نحطه في مكان دافي. طيب دحين حنبدا نسوي الفلافل. حنبدا بالحمص الحب نقعناه قبل بليله ممكن 8 ساعات تكفي بس احنا نقعناه بليله عظمى يعني. انا نسيت اربط شعري. حنحط نص حمص ونص الاشياء الخضراء اللي عندنا هنا اللي بقدونس وكزبره. حن الفلافل وريحتها مره تجنن.
اكثر ناس بياكلوا فلافل. في فلافل، في طعميه، طعميه في مصر اعتقد يسووها بالفول كمان. احنا مسوينها على الطريقه الشاميه اكثر، انها بالحمص. على بالي انه تخمر العيش الفوكاتشا عندنا، حغطيها احطها في الثلاجه. تقدروا تسووها قبل بوقت، مدوره وحطوها في الفريزر، وقت ما تبغوها طلعوها تقلوها. نسوي مع الفلافل السايد السعودي اللي انا مره احبه اصلا. بطاطس بالحمر. بطاطس بالحمر. مركزه؟ مركزه فن. هو بيغلي، حنحط له شويه سكر بس عشان يوزن الحموضه اللي في الحمر. تخمر ما شاء الله وتنفخ زياده. ولا مره رحنا على ايطاليا بس نعرف نسوي اكل ايطالي مره ممتاز. سخن الفرن على 200. الحين حنحطها في الفرن لمده كم؟ ربع ساعه لثلث ساعه الى تحمر معنا. بس الخضار تبع الساندويتش ممكن نجهزه. جلس في الفرن تقريبا 20 25 دقيقه. هنبدأ نقلى الفلافل 165 مئوية درجة حرارة الزيت. ما عندنا ملعقة الفلافل، فحنسويه بيدنا. دائما لما نيجي شكل الأشياء المقلية عشوائي أكثر تطلع كريسبي أكثر. مظبوط، كل واحدة ما شاء الله تبارك الله طالعة شكل. هذه مهارات ما تعرفها. هذه فتحناها دوبنا استوت من جوا، تمام لونها حلو. وين زينة؟ وين زينة؟ لسه خلينا نسوي ساندويتش ناديها. زينة حنموتها من كثر ما تاكل جلوتين. بس هذه ما فيها جلوتين. العيش. صراحة أنا ما قدرت أتحمل، رحت أكلت واحدة. كيف؟ مضبوطة؟ خرافية، مرة لذيذة. أوكي. طيب شكرا. أوكي. واو. ترى نديكم تستعملوا سكينة أكبر أسهل تكون، بس يعني إحنا بنجرب بدي. كيف؟ كريسبي مرة، طالع الصوت. في مثل عندنا يقول اللي مادح نفسه كذاب. تمام، بس احنا مدحين نفسنا ومره لذيذ. الفرنش فرايز درجه حراره الزيت ما حتكون 170 160، لا حنحاول انه زياده، لانه البطاطس انه اول ما تكون مفرزه فيها تلج وتنزل في الزيت بتبرد الزيت، حنسويه على 180. اوكي نبدا نسوي الساندويتش الحين. نحط اول شيء الطحينه. هذا شكله بعد ما انتهينا منها. في شيء مهم حنحطه كمان على البطاطس، شيل فليكس اللي هو فلفل ناشف. كذا خلصنا طبق اليوم. وين زينة؟ خلوها تدوب. زينة يا زينة. زينة جاية تجرب الفوكاتشيا فلافل. وليد ها؟ أشوف أكلات وليد. ما شاء الله وليد. كلام كبير. مرة. مش طحينة عادية هاي. أنت سويتها. لا عشان وليد سواها، هي مميزة. مات كثير عم تجاني حالياً، بس هذا الشيء كثير طيب، خرافي. حقيقي ماني عارفة ايش أقول. شكراً. العافية حبيبتي. 7 سنين ما باكل أبداً جلوتين أو قمح. دحين حتروح الحساسية. نحن معودين ناكل الفلافل بخبز. عربي. عربي. الفوكاشيا ابدا ما اخذت من طعم كل شيء. اللي عم حبه بأكلكم إنه بتحسوا بكل الطعمات، كثير حلو. هذه كانت حلقتنا اليوم، لا تنسوا انكم ايش تسووا؟ سبسكرايب ولايك وكمان شير مع اصحابكم، ولا تنسوا تعملوا لنا فولو على انستغرام وفيسبوك. ايطالي وشرق اوسطي كل العالم في هذه خلف هذه الوصفه.